يقول السائل: هل يمكن لطالب علم أن يشرح لمجموعة من الطلبة كتاب مختصر في الاعتقاد؟ ما يجوز يشرح لهم إلا إذا كان عالما، إذا كان عالما لا بأس، أما أنه طالب علم ما تعلم ولا، فلا يجوز له أنه يشرح للناس، وقد يخطئ كثيرا ويعلم الطلاب خطأ، وهذه هي المصيبة والآفة الآن من المتعالمين، أنهم صار يتعلم بعضهم على بعض أو يتعلمون على أنفسهم ولا يرجعون إلى أهل العلم ولا يتعلمون من أهل العلم. نعم، فلا يجوز لأحد أن يشرح الكتب إلا إذا كان متمكنا وعالما. نعم.